نوبل جينيراسيون مع طارق الحناشي سبيسيال رمضان على اي اف ام احلى راديو. يا فهم أحلى راديو، أهلا وسهلا مرحبا بكم، السلام عليكم الناس كلين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذا موعد جديد من نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل اليوم الأربعاء 6 أفريل 2022. صح عشريبتكم الناس الكل واحدة واحدة، الناس اللي خارجة توا في الكيسات تشبه تابعونا عشر يوتيوب اي اف ام تي في ولا الباش فيسبوك راديو اي اف ام. الفريق حاضر في أوج عطاء، بداية بمروان بوزين. مونغاتي مونغا سور عاسلامة، مرحبا بكم، هذه نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل. ليه بشوية مروان خاطر راسي يوجع، ما تحكيش بالقوي سامحني، رحت بحق راسي وجه امريكي شويه في بالك اونتين نحن توا. اي راسي وجه، اي لايف نحن توا. واسمع انا حتى المستمعين بلي بشويه احكي، اسمع خليني انا امان خليني محمد ليدي العسلي. هلو هلو، مرحبا بيك طارق ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا على اي اف ام تي في. صح شريبتكم، وانا نصيحه راني محضر خير، اما كان يقعد يعلي في صوته هكا نحيلو القيد. انا ما جودي سا جودي ريان، معناتها ما هكاك جودي سا جودي ريان، جودي سا جودي ريان اي بالفرنسي اخف ديجا. طون كان تكملوا لي هكا خير. احمد العجيمي، اهلا وسهلا بجميع مستمعين وفيل جينيراسيون، اهلا وسهلا. ملا جو ملا جو. لا انت نورمال تنجم تعيط خد القيده بطبيعتها مش عندك. قديش تنشط، مش مهم القيده عند شكون، قديش تنشط. يا طارق يا طارق قديش بهق فرحان على الاخر، راني شيخ شيخ شيخه بالله اللي معايا في الكراهب الكل تعيط نحب لها نجلسي. خلينا نرجي رمضانكم مبروك. جيب لي كيف جيب لي كيف اللوس ببليسيتي هذيك اللوس ببليسيتي اللب بتاع الموضوع ببليسيتي. حتى اللوس ببليسيتي تقول كلمة لوس في الراديو تخلص. والله ليه شوية يا أحمد راسي حتى اللوس عدو سبونسور يدي. اليوم جيني تليفون معناه ما يفرحش كل عادة. صحيت بعد التليفون قعدت شوية وأنا منرفز ونخمم شنو الحل، وفي وذني تعملك يجيب لي كاس تيبلو تشا 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 مش رومان. مروان طارق وقف لي مخي، وعليش ما يعدي ونش بعد شقان الفتر كل إشهارات وما شنو يعدي خاطر فما ساعة ساعة يقصوا علينا بمسلسل. ليه مروان 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 أخويا طارق وقف لي مخي. طارق ما يحبش يغيب اليوم، اليوم مريض مش مريض معناها يطلع في الروح تقريبا على خاطر ما يحبش يغيب، ينجم يرقد في الدار معناها ينجم يرتاح، ينجم يحط معوض اي ماتور واحد اخر ما يحبش. انت شكون المعوض هو؟ خميسي عنده ليالي خميسي. شوي شوي يا احمد راسيوش. طارق 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 الراديو شوي راسيوش، الراديو يطلب انرجي لازمك ناشط طارق. ناشط انا ناشط اما صوت بشوي سينو مروني ناشط بلاست. شو بابا مروني ناشط بلاست ذي الجدوبي. اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، ونحب نقول للعباد اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله لاباس. سي طارق شبيك بابا شد على العباد، العباد شد هكاك نحب خويا اللي عنده شهوه يعملها في عشاه. انا ما تعشيت جيت نعم في شهوتي اش عنا بعد في نقطه الضوء باش نحكيو على ربعه العدويه. ربعه العدويه رجعت نسخه باش نقولها ربعه السيفي. تحيه لها النسخايب على ربعه بتاع الاخرين. ايه عم تعجيني قولي خويا بشوي الروسيت حضرت لنا البرمقي شنو الروسيت؟ طيبت روسيت كعك ورقه بالنسر. طيبت روسيت باش تقول لنا بعد شيء الوصفه و... اي اي كعك ورقه بالنسر وبدلت لك جينجور ابو واحد جديد هكا فيه هكا توش هكا برمقليوز. وقتاش حضرته سما؟ ديما في الليل في الليل، مول البارح مريض شويه فاستغليت الوقت انه نقسم الحس راسك يوجع. عندي انت تعرف شنو هو البرمقلي ولا ايه؟ البرمقلي هو اللي يتحط على الناموس. جدك والله عارف الشيء البرمقلي؟ والله ليه عادي البرمقلي هو اللي يجي على الشباك على الناموس هذاك مستكير مستكير. ليه ليه استنى 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 شوي الاولاد ضايعين ضيعه كبيره برجه. ليه نحسبك انت انت مسمينك على مستكير وفرحان؟ مسميني اول حاجه هو مسمي روح اول حاجه خصي اخترعت هنا ما مسمي روحك على مستكير البرمقلي. لا 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 المستكير سميوها لي انا. يا دي شبيك جاوبت احمد العجيمي تحكي مع البرمقلي. هو شو انت بنت شكون الساعه؟ هو كيفاش بديت الحكايه؟ كيفاش بديت؟ قبل ما كان عمري 18 سنه في الخمسينات شدتني البطاله. ايوه وانا وقتها مرة احنا من دار البرمقلي والناموس مع حديد. اي حديد ما يقد البرمقلي فوالا انا في بيني بيه مستكير خاطر وقتها كان عندنا ناموس ياسر في الرباط ياسر ناموس راهو يعظم خاطر وانتم تحلوا في الحلو
الجو زاد هي حقيقه ناموس التفسير قبل كان ناموس كلمه ربي راه طب الحصن المقلي هو المستقبل هو الحديد اللي تعمل على الشباك صحيح الحديد الحديد مش المستقبل الحديد هي تخربيشه الزينه نتاع الشباك هذيك هي البرمخلي درماماتك ما كانش فيها برمخلي درماماتي اسمعوا في الليل نشرو فيها الكلاس ما عنديش برمخلي ما عنديش بميتي تعرفوا علاش كيف تعرفوا علاش سميتها البرمخلي بابا بدي الديار بابا بدي كونسيبت الديار كيفاش كنت رحل كنت بربر قبل رحل وين يطيح الليل يباتوا ايوه علاش تحكي فيها حسيت فما وجيعة فما وجيعة مش بالحكاية ذاك بالقريب تعرفوا علاش سميت البرمقلي على اسمي باش نكون في كل دار شنو سميت البرمقلي على اسمي اي برمقلي هذاك الحديد البرمقلي اي سميته ماني اخترعته اي ماني قلت لك كنت بطال وكل شيء ما عادش تقص عليا اي ما قص عليا هاك اقلب لسانك اي تفضل اي هذوكم ليتيك بتاع العرب وقدم مريولك واضرب اللوح ما تخصش عليا عايش بنايم بالله عايشوشه ولا اسمها اللي في اللي في اللي في براءه اسمها بيا ليه لطيفه القفسي الرول بتاعها اسمها لا هذيك العرافه ولا اسمها البيرسوناج امك سالمه امك سالمه هذيك عندك معها علاقه البرمقلي ولا امك سالمه هو سامي الفهري راه جاي شاورني قال لي يا برمقلي قلت له ساعه نحي صبات كوتر هاك خد سامي اي حبيبي سامي هو صغير نعرف من اخر قرار عندك شويه حلوزات تعطيهم له المنصه ولا حاجه كذا قال لك ما عطيتوش يا باب من على قريب عطيتو حرص اي اي اما عطيتو بالمقلوب يا اخي سكر اما ليه عاد مش سالمه عاد الاقرب للبرمقلي مرت ولا ام المروكي شو اسمها اللي تعيش لاله بي سمير حيمه مش مرته هذيك ام هذيك ام مرت ام مرته ام مرته اللي توفيت ام مرته ام بيا معناها ام مرته مامات بيا مامات بيا مامات بيا هي الاقرب للبرمقلي اكثر من هذيك الساعه ماما راهي صاحبت مرتك في البرمقلي تبيك تغششت في الدور راهو في الدور توا معناها توا في العمر هذا تحكي له على مرتي وعلى بنتي في الرجال عامل لازم شنو اللي في الكاسكيت بتاعك من فوق هذاك قبل ما ندخل شنو شنو توا شنو ما فهمتوش عندي جمعه نحب تاع كابيتان تاع كابيتان تا كابيتان لوجو هذاك شنو هي شيشه ولا شنو هي اللي من فوق شيشه شيشه طارق كابيتان بحري معناها قبطان معناها تقول هذيك لانكرا نقولوا معسل قول ردها معسل هكا وين شقيت فضلك احمد العجيب ايوه هذه انا نعرف راه خاطر ما جيتش معايا اليوم ما جيتش معايا خاطر مريض ما نعرفش نعديك استدعاوني استدعاوني في قبل شوي شوي راسي شوي قاعدين في القاعدة في الراديو بعد ما هدوم خلطنا الراديو قعدت نسأل فيه قلت له فيش تفرجت فيش كذا الأعمال وين قال لي والله اليوم أنا والتلفزة راه ما عادش برشا قلت له أحمد كيف أنت يا أخي شقيتوا فطركم وتفرجوا على التلفزة ليه خلي حسر أنا راني وليت نفطر في الوتلة ها هوي هوي شقيت فطرك في أوتيل اليوم أوتيل 5 إتوال في جمردة اسمع طفل ضاع على السيطرة جملة واحدة ليه هو الفساد منين أوتيل 5 إتوال في جمردة خويا ماني أنا نخدم معاكم في الراديو FM سانحيها خويا ذي مادام شقيت فطرك في أوتيل وحدك نحيها خويا أي أنا من مشيت نجيب في سبونسور للنوفيل جينيراسيون وليني ماتور شيخو 50% أي انا ماكش خويا انا مشيت نتعشى في رينيو دو ترافا نسمي شكون معاك ما تسميش سمي يخدموا في اذاعه اخرى ترا شكون مروي معانا وفي الورتين ديوان هاي معك شنو لا نوف الغديكه بالزهر بالزهر غادي سبحان الله شكون اخر غديكه بالزهر مروي بالزهر انت منين ليك ساعه مروي ما هو من شو اسمع فما ستوريات ديجا دارت راه لا يا اخي راهو معروف يعني البلاد صغيره يا اخي وقت قال فتره مش كون يصور ستوريات لا مش ستوريات اسمع ستوريات كان في الوتلرا اوكي الدار ما فماش مش هكاك يا اخي راهو معروف بالكدا احمد العجيمي معناته يتابعوا في ليميسيون السيرفرات واللي يخدموا في الوتيل وكل شيء بعثوا لي اسماني جماعه نوفل جينيراسيون راهو عندكم خائن قالوا لي راهو جاي احمد يا احمد شق في فتره قالوا له ما لا معاك ليديا وذيه قال لي ملي ذوكم في الراديو راه يا اخي معايا شوش معايا لا ينفع العقار فيما افسده الدهر عاود له لا ينفع العقار فيما افسده الدهر انا عاود انا مشيت في رينيو دو ترافاي وقلت لهم انا ما نكمل معاكم العشاء الا ما ندخل سبونسورات للليميسيون ونحب الانيماتور ياخذ 60% ما لقعدت بالشر هذاك اكثر من الراديو هذاك علاش يعاود شنو هالصفقه اللي ما فماش في العالم اي انا عمري يصير في تونس على خاطرك هذاك ديجا ليكرون في FM TV ما زكيت بلانت عشان من كلام هما صحيح رفضوا الاختراع هما قالوا لي باهي سلم عليها بعد شويه تفرج واحكي يا احمد العجيمي لازمك تحكي لي شنو تفرجت وباش تحكي لنا على الحاجات اللي تفرجت فيهم امبارح في الليل واليوم لازمك تتصرف اش فما في الوتله اش فما في التلفزيون لازمك تحكي لنا موصي معاكم حتى العشره متاع الليل فاصل صغير وراجعين معاكم في نوفيل جينيراسيون
سبيسيال جينيراسيون سبيسيال رمضان على اي اف ام احلى راديو. يلا 9:19 دقيقة مواصلين معكم في نوفيل جينيراسيون حتى العشرة متاع الليل كيما كل يوم 9:10 نوفيل جينيراسيون تيلة شهر رمضان. معنا مروان بزيان ليديا العسلي العجيمي أحمد أهلا وسهلا والجندوبي ذي الجندوبي أهلا وسهلا. هو نورمالمون تعرف زاد معنا البرمقلي خاطر بالحق مومبر معنا قدم العجيمي وحده والبرمقلي وحده. خليه البرمقلي البعد عنده الروسات بعد خليه يركز فيها هذيك وراجل كبير وراجل كبير مش به يتكلم برشا وهو يصوم رمضان وكل شيء في الهذيان كان صغار قديش مش بيه يتكلموا اخي مروان هو في الوتلة فما شقن فترة كل مش بدهم مذكرين لا ما شقن فترة يموتوا بالشرع ليه في بالي معناه بدهم مرتاحين كيف الهذيان بيبقوا بالكف يصرفوا فيهم فما شقن فترة في باليش معناه فما شقن فترة فما شقن فترة شقيت فترك ماري فوتيل ذي شقيت مروان اي طارق معنا بنشوف نقول لك ليه الراس بحقته ولا كامله فهمت المخرج زاد شقت شخيط فترك في فوتيل معنا كان انا مش شقيت فترك في فوتيل سمعت كعبه الراس ولا في سوق وش هي راني ما شي الجو اللي فهم ولا قبيله اذان هكا وبرشا لما برشا اذان اذان كيف الفوتيل سيربريز اي اذان معناها هكا ما كنت مستغرب فما شقن فتر اي معناها اذان معك برشا ناس بجنبك فرد طواط تاكل مع بعضكم وخويا صح شريبتك صح شريبتك اه تعال تجي بتعدي ربع ساعه صح شريبتك صح شريبتك قبل اول كعب الدقله يدبر في سبونسورات هم هم شربتهم ما كانت على الشاي الاغلبيه اما بوك تقول لهم صحكم يلا سي طارق باركونتر كلمه صحيح باركونتر اللي غريب في الوتله وانك انت تمشي تخلط قبل شقان الفطر تلقى الناس كل ديجا شق تفطرها من الاربعه نتاع العشاء اما كي يذن يتفاجئوا يعاودوا يشقوا فطرهم كي هم صايمين خاطر واحد يعدي نهاره في وتيل سيكو هو ورمضان ماهمش صحاب برشا انا مروان ندعوك تعمل هبطه للسونتر فيل ما ساعتين ماضي ساعه تشوف وقتاش يشقوا في فطر الصباح انه دين الاخر قبل كل في مي يلا سيدي اول انت علاش تفضح وين يفطروا علاش سميت سوندرفيل كبير علاش سميت البلاصه ليه بالعكس كنت اهبط ليه اهبط ماضي ساعه من ساعتين اقعد استنى للسبعه شوفوا مختي شقوا فطر مش فطر مسافر قلت سوندرفيل ما ساعتين طار اي اهبط من ماضي ساعه خاطر ما لقاش الهيب اللي يفطر كنت الهيد باللي باللي جيعان ما لقاش ما ياكل كان خي تحيه ابن خلدون ذيب اللي يفسر لي السيد هذاك اللي يعرضك في الشارع الناس كل تبدا صايمه ولا في سوق ولا كذا يخي يجبد السيجار وزعما قدام الناس كل صحيح نحب نعرف شكون يتحدى ولا ما عرفنيش في شكون يتحدى بالضبط هذاك ولا يبدا يدور في يده دبوز ماء تاع زعما بلي رانكزيست بلي يقولوا لي شبيك فاتر برك يستنى تاع يحبوا يتلكش صحيت على شكون على شكون في شكون تتحدى هذا نرجع لهم بعد شويه مروان هذوما يلا تسويت اول فقرات البرنامج تفرج وحكي تفرج واحكي يلا مروان مونغاتي والله اليوم في تفرج واحكي انا اليوم ما خلطت تفرجت على غاريبالدي وشويه من اوفا فما شكون وين تفرجت فيه غاريبالدي تفرجت فيه في التاسعه اون فيت ايديبل في التاسعه معناتها ما عندوش اون ريديفيزيون واحده اخرى كسوا حتى على لي بلاتفورم ولا اليوتيوب ما لقيناش حبيت تفرج فيك البارح انا بيدي حبيت نتفرج في روحي معناتها مره اخرى وما لقيتهاش معناتها مالوغوزمون بتيتر بعد رمضان تعاودوا يابطوا وحدهم والله ليديا سامحني سامحني فما خدعة في الحكاية وفما توا عملي من رمضان اللي فات مش يتعدى وبعد ما تعديش وتعديو ثلاث حلقات والرابعة تأجلت قالك شنو نعملو في رمضان في رمضان كورونا ودرشنية وقريب بلدي وجوا مع مسكرة ودرشنية وما عملوش وتأجل مش نعملو في نوفمبر تو فرحان بروحك معناتها انت فرحان بروحك رجعنا تو الحلقة الرابعة قالك ما هبطتش في اليوتيوب دي شنو هي الحكاية ذي ما هبطتش للحلقة الأولى الحلقات كلها يبرا لأمك سالمة ولا شنو شوف حل بتاع تجزة تدخل لي بتنعتني عليك انت وين وطلتاش قريب بلدي ما نعرفش والله ما نعرف علاش ما فما في حتى بلاتفورم فما حتى بلاتفورم موجود في اي جي بيس على قناة التاسعة موجود في اي جي بيس حتى اي جي بيس ما خلطتش على تخيز غوي قريب بلدي باش تفهموا ماي سيما كيف ما فماش سيما كلو ما فماش شوف تي في ما فماش باي فيهم براءة ما فيهمش ما تطلعش انت اللي تبيراتي والله خاطر ياسر يعرفهم لي سيت الكل نتاع يا خويا البارح ظهر عامل ابونمون 16000 مش حتى 8000 ليه تقول البارح فوندو براءة وهبطوا منا مخر برجولي في لي سيت تقوم لما ثلاثة بتاع العشاء ولا لما ساعتين واحد قعد نهار كامل يستنى لو ما فماش في المنصة واحد يقعد ما يتفرجش علاش يمشي يحكي هو في الاذاعة بي قول لي مروان اي قلت لك عجبني اداء بلال سلاتنية وي بي. ابدع بصراحه بلال ابدع اقنع
دور نجح فيه بالكدا بالكدا في غاريبالدي. في غاريبالدي وصل لي هو يمثل دخل جديد يخدم مع مفتش الممثل لسعد بن عبد الله. لسعد بن عبد الله العظيم لسعد بن عبد الله، وهو زعما خوف شويه من الجرأة، ما ينجمش يشوف قدامه جهاز. لا دي بروبليم سيكولوجيك ديجا هو البيرسوناج نتاعو ياسر كومبوزي. هذاك اسمه كريموفوبي. فوالا اما هو كريموفوبي، علاش تخلي يخدم في الكريم معناها كي هو عنده كريموفوبي؟ شنو ترى الكريموفوبي من كريم اللي هي الجريمه وال واش قال لك هو عنده كريموفوبي؟ حسب ما يحكي مروان قال لك ما يحبش يحضر على الجرائم معناها. انت ما تفرجتش في غاريبالدي؟ ما فماش. لا ما فماش، ما فماش في البلاتفورم. ها وليدي هذا قلت لك مش قالت في نعرفش شنوين. اما بليل السلاطنيه معناتها البيرسوناج نتاعو ممسي في الحلقات الاولانيين ماهوش واضحه بالكدي، اما من النوع اللي بالحق فك الضوء معناتها في المسلسل هذا سي امبوزي معناتها في الحلقات حتى الاولانيين في المسلسل هذا ترى في 13 قريبا. وين تعدى؟ في التاسعه. تفرجت فيه انت؟ لا لا عليه متعديه. ما فماش في البلاتفورم واليوتيوب ما نعرفش. ها وليدي قلت لك نجاوبكم شحال نحفظ هنا. انت تفرجت فيه ولا قريبا؟ والله البارح فركست حسيت ما لقيتش، شفت لي البلاتفورم الكل، شفت عليه ما لقيتش. مين يقدر لك تفرج؟ شفت في اليوتيوب، شفت بلايص الكل، ما لقيت حتى شيء. وعليه ما بس على اليوتيوب اول ما جيت ليه بالعكس سؤال محير، علاش عمل ما تفرجوش فيه معناه في حتى بلاتفورم؟ لا بالفلوس لا بلاش، هذيك المشكله. وين نورمالمون ليديا تعرف النمني شوفني عندك الحلقات انت صبيا في نومك؟ ما عنديش الحلقات لا مالوغوزمون لا، اما بتاتك الحلقات مي بتات ما تو من بعد يتعداو في بلاتفورم ولا يهبطوا حتى سور يوتيوب. مروان ان توكا انا لهنا ما هذوما مشاكل نتاع بروت تيك السب حق شكرت لنا شكون علي اخي كل يوم انا نشكر هذاك العجيمي. سامحني انا مش نشكر انا لا 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 سلكناها في راديو كنت ايش تخرج كلمه اخرى انا يا عليه عليه الظلم يا طارق فاتلك معك. لا لا خليك توا هكا العجيمي هكا لك كشاتي بيان بيان حاسيلو. قلت لك فما بليل السلاتنيه ابدع بصراحه دور طياره على توا. استنى وين في الحلقه البارح؟ والله ليديا الحلقه البارح ما خلطتش تفرجت فيها يا اخي، روحت في الليل قعدت نفركس باش نلقاها وداير اليوم انا فرجت في بليل السلاتنيه. معني عرضني بليل في غاريبالدي خاطر حبيت نتفرج فيك انت. يا اخي عجبك بليل السلاتنيه؟ بالحق بليل السلاتنيه احكي له عليه برشا في غاريبالدي. انا ليتو في كينيا ما كانش لقيقه عجبني كينيا ما كانش بالحق. ما شو كينيا ما كانش انا برجوليا معناها كوتكو الكل معناها الكلهم ابدعوا. اما في غاريبالدي حبيت ندخل نتفرج بليل السلاتنيه احكي له عليه. دخلت ما لقيتش في التلفزه ما خدتش عليه، دخلت على اليوتيوب ما لقيتش على اليوتيوب. اما تتعبش حبيت نسال ما هبطش حتى بلاتفورم. لكن لا يمل وتحيه لنور الصعيدي اليوم عمل بروميير اباريسيون اليوم يتعدى في كينيا ما كانش. فوالا قولوا له ما احلى شعرك في الازرق بالازرق اليوم طيب غدوه معنا تنتفهموا معاه. وضحكني بسام الحمراوي قال لهم اسمي علاء الدين ويعيطوا لي ايه لي ضحك برشا برشا كتيبه كتيبه ذكيه ومحلاه. باهي مروان الفوند والمسلسلات التراجيديه براءة حرقه ان الفوند والطفله الجزيريه تو هو نظام بنت عاشور تو هو متعارك مع اخوها وليحمى مع ابوها والامور الكل غايبه عن السيطره معناتها. وهي لقاته في غابه مشيت له ديريكت ما تحكي له على مشاكله ديريكت اي على مشاكلها ديريكت دخلت طول في المشاكل وسي وظهر معناتها ذي في الفندق ذي حلقه حكيت له على مشاكلها عرضته حكيت له على مشاكل حكيت له على مشاكلها معناتها انت ليديا في العلاقات في العاده فما جس نبض معناها مش ديريكت مو انت ذي ليله النص تعرس هي معناتها ليديا كان هي الفندق ما هبطش على اليوتيوب لا وغاريبالدي عليه ما هبطش ما اما امل القادر ما الممثله الجزيريه الحقيقه اللي هي سي اون ميس ميس نتاع الجزائر غاديكا بالحق لا بوكو تشاغ انت البنايه الوحيده دونك كان انت تنجم تستاهل معناتها انك تحكي لها مشاكل طاردك في الغابه تحكي لها على كل شيء دونك مشروع ذولي يودي ليلة النص هذيك كاتبين الصديق نتاعهم ما تحكي لي سنة سامحوني لحظة فاطمة برتقيس تونس تزاي باي تونس تزاي بميني كوبر 700,000 اسونس عايشتي قسما ما افكارك قسما استنى 700,000 اسونس معناتها انت راهو ياخذوا الطياره عاد خذيت الطياره اخر من مليك ارخص سطل عليها والله مشيت بدل في العجيب احمد العجيم برج ولا يحيى في الفندق شي يعشق بنات كابويت ياسر بنات كابويت اي كل عارف في صاحب له بنته بنت المروكي بنت تضرب فيه هو خطير ما ظاهر السيناريو باش تحبه في الاخر توا ليديا شنو هو السر نتاع البنات
اللي يبداو بنات عائلات وفاميليات لابس بهم وكل شيء يا اخي تضربوا في باندي. والله انا حاسه الحوار التونسي معناتها سبونسوريزي بالبانديه نتاع تونس يا اخي. والله طلعت الكوته نتاعهم مش نورمال، خرجوهم في ايماج هكا ياسر محليها، معناتها تخلي انهم البنات الكل يضربوا في البانديه مش نورمال. وبالله عندي البيرسوناج سامحني، البيرسوناج نتاع سليم وياسين بن قمره تحسوا كليك بوتك تفرك اللي عاقل وقاري مش نورمال ولبس عليهم عاقل قاتل طفله وعمره 13 سنه صحيح يا ماما هدبي يا جوزيف اي وقت العساس كبر اي ما هدبي يا مال جوزيف اي وتعارك هو ابوه كبير. انا ساعة بو شو اسمه شنو هي سليم بو سليم فهمت علاش صعيب معاه وين هو صحيح عنده برشا هو هدبي يا مال نوردو فهاد فوالا ريت فلوسه كيف فلوس بو كيفاه يفندق علاش هدلو بيام ما شفتش سريت صحاب ولا كيفاش انت ما فهمت شيء من رسالتك كيفاش هدر صاحبه بيام لا ما فهمتش ما فهمتش معناها صحاب لازم يعملوا لصحابهم ما تخليش تهدي لي بيام لا ما هو اللي كنت المساء ما حبيت تفهم شيء علاش هدي بيه ما هو سليم الجوزيف كادو في سبرهم كيك باش يصلح الغلطه انه خاطرهم تغش عليه بيسكو طلع هو لا من قبل هو وعده بالكهرباء واختاروها وكل شيء من قبل ما يعرف وجوزيف صدق الحكايه هذه في باله هو ولا يحيى في باله ولا والله لا ما صدقش انا اما الساعة بو سليم وينه صحيح تطلعش مرته ما مين عليه تمثيل اي مرته سايبة مع سيزون الاولى اي ايوه خد لك تارخ بالله نحب نسال ذياب بما انه فضل بابا كوتش وعنده برشا درايه بالمشاكل النفسانيه وكل شيء شنو هو السر نتاع انسان مافيو وباندي وعنده برشا فلوس يبدا صعيب مع الخدامه الكل صعيب مع الناس الكل يجيب بنيه تكسر له شوكته علاش يبدا ولده كيما توا عاشور ولده خايف منه ويقدره كذا دخلت بنته لسلمت لصبحت دخلت وقعدت وتكلاشي في يحيى وتضحك دركي فيش علاش متمرده بالطريقه هذيك على بوها ديما الراجل يضعف قدام المراه اون جينيرال هذه معروف والله ليه هو فما دراسة تقول الرجل اللي يخدم في إطار غير قانوني يبدأ حنين ويحب الطفل أكثر من الطفل وعنده أزمة ثقة كبيرة على الأخر من العبيد اللي يتعامل معهم فيك هو في انتوراج كله مسكونة معته كله رجال جوكو بدأ خايف ويعطي لمن الأكثر للنساء وبطبيعة بطبع احنا الرجال ديما تحلينا المرأة وتتحلي يديك معاها ماشي معاك أنا للتوى بقي أقنعتي أما كيفاش هو صعيب بالدرجة هذه وبعث بنته الرومانية بعث اش تعمل هي الساعة متين وعنده أزمة ثقة قالك ومتزير رومانيا حتى تزير يا بث رومانيا العالم الكل يا بث رومانيا يا أخي علاش تونس ماهيش ممنا برشا في بالك المشكلة متاع أوكرانيا ورومانيا من لول التوانسة معاها خاطر تونس متى كي يمشي ولاي معناه اتيديون يقرا في اوكرانيا ولا رومانيا يقرا ميدسين كي يرجع لازم يعمل لها ليكيفالون شنو معناه علاش ماشي يا خويا ماخذين الباك باكي كوب 10 تمشي ومن بعد ولي تبيب شبيك شنو المشكله يا اخي الباك هذيك علاش لازم ايكيفالونس في تونس فما ليكيفالونس اللي يقراو في رومانيا الدبلوم تاعهم اوروبيان يستعرفوا بيه في فرنسا مثلا في تونس تعمل ليكيفالونس لو كان تبدا قاري في دراوين تعمل عامين في سبيتار نتاعنا في تونس راهي صعيبه برشا معناتها وقويه برشا نعرف برشا مغاربه يجيو لتونس باش يقراو ميدسين عندنا احنا خاطر هذاك علاش روحت بنت عاشور ولا ماشي شيء اوكي شكون شاف منجي العوني نور الدين بن عياد في البارح في حرق في كينيا ما كانش منجي العوني نور الدين بن عياد رجعونا للزمان الجميل اللي انا ما خلتش عليه بالحق والله اسمع وفما اللي يقول لك الكبير كبير بصراحه طارق في من با عرفت 10 ثواني بدون ما انستاليو الشخصيات نتاعهم قالوا يا اخي لو سمحتوا مالا صحيت بدا الضحك صحيت بدا تك تك ملع اي صحيح اش قلت لي ملع الاغنيه كيفاش تك تك عملوه وفي ما رجعوا للشخصيات بعد ميرسي بوكو عبد الحميد بوشناق على الاضافه هذه كيفاش رجعنا للبريود هذيك يعطيهم الصحه ابداع ومحليها راهو كي لي جون والمعناها مزيج بين لي جينيراسيون الكل ما ميلونش غير على الاخر فوالا حب ملوك مروان في حنا بعد اللي تفرج فيك انت ادخل شوف اليوتيوب قداش 700000 عامل 700000 تفرج في برشا مالنا هي على اليوتيوب يتبعوا في برشا 700000 لقيت حلقه تبع في كل يوم الحقيقه مروان البطله تزيريه هي هربت في الخطبه نتاعها
كيما في العمل التونسي الجزائري نتاع مشاعر. فما حاجه سياسيه مخترقة قاعده تصير واحنا نفدلكوا بها من قبيله. شنو اللي يصير مسلسلات كل جزائريه وتونس فما ميلونج وبالظهر بعد الاطراح صارت وبعد ما الجزائر خرجت وبعد ما الاخر خنقنا بعض المجبري الكوارجي خنقنا بعض المجبري عملوا مسلسلات فيهم جزائريه. شنو هي الرساله طارق؟ وفما كلمه تقالت البارح زاده في مسلسل فوندو فما هو مغ جزائري موصي المروكي على واحد تونسي معناتها ما صارتش حتى في الناسيونز اوني راهو ذا يعني بالرسمي ايه اللي دارت في الفيسبوك يا مروان فرقتنا الكوره وجمعنا ذهب تونس وتزي هذيك اللي دارت برشا. اما نحب نفسر لاحمد علاش الحكايه هذه خاطر سياسيه ما هي اما لكن اذكى شويه من طريقه السيسي خاطر السيسي اللي تي ديريكت معناها عمل واحد اسمه سيسي و في الاختيار صحيت في الاختيار واحد اسمه سيسي ومنظم وكل شيء قيس سعيد وتبون اذكى من هكا برشا. كيفاش يا احنا عام كامل اكثر تليفونات عملها السيد الرئيس مع شكون تبون ما جيت تبون اكثر واحد هنقوا بعضهم على تبون راهو هنقوا بعضهم على برشا حاجات دونك كشفناها في المسلسلات ولا انه فما سيكونس سوسن الجمني نتاع الشطحه نتاع نضال السعدي والعرف اللي ولده اللي ما يحبش يدخل زعما للدومين وكل شيء الناس اللي يتفرجوا في لو بارين باش يحسوا رواحهم كانهم عودوها بالتونسي والجزيري هي بيدها بريسك ما نحبش نقول بلاجيا اما انسبيري برشا من لو بارا قلت لك حاب ملوك اللي هو تونسي تزيري مروان البطل نتاعو تهرب في الخطبه نتاعها كيما في مشاعر تونسي تزيري هربت نهار العرس نتاعها قاعديني عارفين في مكتوب ذكرني في مكتوب مكتوب مشاعر ذكرني في عايزه تجوز مكتوب قبل تفكرت مكتوب قبل هربت في عرسها مشيت لاحمد لاندولسي تفكرتيش رانيا الجيبسي فولت قلب تونس كامل وقت 2008 لا يا مين ربطت بالعمل تونس الجزائرية مروي طارق خاطر في الجزائر وتونس قاعدين يعالجوا في مشكلة الزواج عن غير حب عن غير حب وبراء يعالج الزواج العرف والحب يجيب ربي من الزواج ما خرجناش هو البارح فتح لدي والبارح مشاهد ابداع الحقيقة في براء برجولية هو ريم الرياح يقالها من حق نعيش حياتي راجل انا برجولية انا وقتها معاه ووفقته وحبيت نحكي معاه ريم الرياح بعث لها مساج داير قلت له خليه يعيش حياته في العيطة ذيك يا سيدي اقنعني يا براء سيدي فما زادة من الناس اللي نجحوا برشا في ادوارهم زادة يظهر لي انا وبرشا ناس امين بن صالح في براءة أمين بن صالح بصراحة طيارة على الأخر ممثل متمكن وإن شاء الله عنده مستقبل حتى أحلام لفكيه والله برشا أنا عجبتني أحلام أنا بيتي عجبتني برشا دوغ هي دجا تنقدت بريود طويلة معناتها بعد السيت كوم اللي عملته كيفاش اللي هي معناتها أنا با في سي بروف معناتها وكل ونتذكر وقتها سيمي الفهري في التورناج متاع براءة هبت لها وقت التصويرة وقال سنيتو تعرفوا معناتها اللي هي ألا فريمون في سي بروف في السيزون هذيا ومون أفي معناتها جوسكو لا الحقيقة معناتها ألا بيان جوي الحقيقة وي وي وي. دونك طارق الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وكل شيء حسب ما فهمنا وأنه الممثلين عندنا ممثلين طيارات على الأخر كبار صغار بنات وزاد خدموا فما فما أون إيفوليسيون كبيرة معناتها الممثلين التوانسة راهو عطاوا ما عندهم ناس عطشانين للتمثيل الخدمة بما صحيح. أنه نظهر وكان في رمضان وكل شيء أبدأوا قعدت شوية مشكلة النصوص حتى بالنسبة للديكور معناه للديكور اللي موجودين في الطيارة حتى التكنيك مو زادة طيارة تكنيك مو زادة فما ديريكسيون أرتيستيك في كل بلاتو ولا معناتها صحيح معناه قاعدين نقدموا فقط كما كنت نحكي لكم فما مشكلة شوية متاع النصوص السيناريوات باقي ماهيش كيما مصر ماهيش كيما باش نقول لك هوليود بعدنا برشا ماهيش كيما مصر ماهيش كيما سوريا زاد السوريين يشدوك معناها ساعات توانسه لازمك تتفرج في الكل باش يعجبك العمل ومعناها تكمل كذا الاعمال الاخرى دقيقتين تلقى روحك صايي برونشي مع برونشي معناتها مع المسلسل ولا مع السيت كوم ولا مع اللي هو نتصور عنا مستقبل كبير برشا ان شاء الله بالحق كان ينجحوا لي بلاتفورم هذوما وزاد كيما قلت لك طارق ديما كي بديت البال ولانية الباقي نصور خير بدأ سامي الفهري ارتيفاي واتش ناو مازالوا تو يتزادوا لي بلاتفورم وكل شيء باش يولي على عام كامل فما اعمال باش تتحسن ان شاء الله وديجا البارح كنشوفوا نورمالمون مع محمد الخميس يحكيوا على ارتيفاي قلت له واتش ناو قال لك 3 ملايين ظهر لي زاروها في نهار الاولاني يعني عدد ريبيان. كبير على الاخر على الاخر تسمى به عملوها توانسه صغار وكل فتح العكيري البارح في الحلقه شكون تفرج فيه الشخصيه نتاعو اللي في الحبس ما شفتوش فتح العكيري البارح ابداع راه لازم تتفرجوا في الحلقة الرابعة البارح النهار الرابعة هو مروان الحلقة الرابعة من الحلقة أول ظهور فتحي العكيري في الحبس في إيطاليا غادي هو وصاروخ مهذا برميلي وزاد ما على قعدنا ديما في الإذاعات وتلفز وكل شيء قعدنا ديما نحكيو على الأعمال اللي تعديو في التلفز فما راه زاد أعمال على يوتيوب حلوين برشا البارح تفرجت في جاردافو على الشين تاع بعلوش الشين يوتيوب نتاع سابر سيزار مثال زاد نتفرج ليه عدا في كارتاج يذولي
قاعد يتعدى في كرتاج. في باليش اليوم قاعد يتعدى في التلفزه، انا قاعد نشوف فيه في ليه على شين يوتيوب نتاع سابر سيزار. في بالي قاعد يتعدى في كرتاج. كيما فما فازا هذايا تو ولات برشا لي كونترا جدد هكاك ولاو نتاع ولاو يعملوا حتى دي زيميسيون دي سيري سبيسيال ديجيتال. صحيت معناها يتعدى على البلاتفورم التلفزه كيما سحري بحري تو في نسمه جديده يتعدى على التلفزه، اما كي الحلقات تلقاهم في اليوتيوب. طابت في الشين يوتيوب نتاع سحري بحري. الاخرين زاد قاعدين يهبطوا في الشين يوتيوب نتاع سابر سيزار. طارق بعلوش عمل حاجة بيرفورمانس طيارة برشا، ضحكوني برشا البارح الأولاد في قردافو. ننصحكم زيادة تفرجوا وتتبعوا باش يعجبكم برشا. واضح موصي معكم حتى العشرة متاع ليل ترتيحة بالموسيقى. رامي عياش يا مسهر عيني، شقلت لي عنا فروسيت بعد أحمد العجيمي عنا كيفاش تحضر كعك ورقة. قداش قعدت تحضر فيها الروسيت هذه؟ ثلاث ايام. خذ لك ورقه بالنسري. صعيب. كان جاي مش بالنسري اقل وقت. مواصلين معكم حتى العاشره متاع لي. رامي عياش راجل معكم بعد شوي. يا مسهر عيني حبك على عيني. انتم تسمعوا في نوفيل جينيراسيون سبيسيال رمضان على اي اف ام احلى راديو. 49 دقيقة مصير معاكم في نوفيل جينيراسيون حتى العشرة بتعليل. معنا مروان بوسيان، مونغاتي، العسلي، هلو هلو، أحمد العجيمي، أهلا، ذيال جندوبي، أهلا وسهلا. توتسوي تمشيوا نقطة ضوء مع ذيال جندوبي. يلا نقطة ضوء. اليوم خممت بشيني نحكيه على كيفاش أنه الإنسان يعبد ربي محبة فيه مش خوف منه. ملي احنا صغار كبرنا على فكره انه كما تطيعش ربي راه ربي باش يشوشتك من شوافر عينيك وباش يعلقك وكل حكيت هذيك كلها. وتذكرت لهنا باش انه نحكيو خاطر استنسنا كي نذكروا الاشخاص. قال له علاش ما قتلتش العصفور هذا؟ قال له جيت نتخبى على العالم أجمع، لقيت لي نجم نتخبى عن الخلق وما نجمش نتخبى على ربي، وأنا نحب ربي وما نجمش نقتل حاجة خلقها ربي بمحبة. ومن غاديك وجات فكرة أنه في التصوف بصفة عامة ديما خليك يعني ابعد على التصوف بالمعنى الخزعبلاتي متاعه هو، أنه ديما المحبة هي أصل كل شيء. وعنا مثل تونسي يقول لك صاحب المحبة ما خلى حتى حبة، وهذاك اللي بشي خليك أنت في حد ذاتك كان حبيت ربي باش تحب نفسك وباش تحب العالم اللي داير بيك. الديانات كلها الإبراهيمية جات من أجل حاجة هي اسمها الأخلاق. سيدنا عيسى عليه السلام جاب مكارم الأخلاق،
ومحمد عليه الصلاة والسلام كيسألوه قالهم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني هو جاء باش يكمل تمام مكارم الأخلاق اللي جابها سيدنا عيسى. وتلقى في مكارم الأخلاق المحبة هي الجوهر والأصل متاع كل شيء، حتى أنه الدين المسيحي يتسمى دين محبة فيما بالك دين الإسلام. فكنظرة اللي بنسيبوها لصغارنا ولا حتى الكبار اللي كبروا عليها أنه راهو ربي غول وحاشة وكلبش أنه يكون كيفن هكاية ونخوفوا بيها صغار مش باهية. علاش ما تعلمش صغيرك أنه ربي حاجة مزيانة؟ راهو كان تشوف ديننا كيفاش وصف الإله وكيفاش ربي قدم نفسه في الدين متاعنا، ما فماش ما أحسن منها لماج اللي تمدت لنا. على خاطر كان تشوف ربي خلق مية الرحمة، هبط منهم رحمة للأرض قسمت على خلقه الكل بما فيهم رحمة الأمة على صغيرها. فتخيل 99 اللي مدخرهم ربي عنده، زعم هذايا إله يعذب ويعمل ويشوشط ويحرق على بعض الذنوب اللي يرتكبها الإنسان. ربي يقول لك لولا جنة والنار لما عبدتموني، عارفنا ويحبك أنك تخطئ بينصور في حدود معينة باش بعديك تهز يدك وتطلبه باش انهم بعديك يسامحك ويعاونك. ربع العدوية نخدم اللي احنا جبنا في الأصل متاعنا الموضوع على موضوع على ربع العدوية. منهم مرة تخل سارق لدارها وهي قاعدة تصلي وهي ما عندها في حالة حتى شيء، ما عندها حتى فرنك، تخل فاتبت منها من غديك وقعدت مستغرب كيفاش هي كملت صلاتها ومثل هيتش بيه. استناها لين كملت الصلاة، بعد ما كملت قالها راني مستغرب كيفاش أنا داخل نسرق في دارك ومن باتل هي تبيع، زعم هذا كل على خاطرك فقيرة من باتل عبد. قالت له كيفاش باش نتلهي بالمخلوق وأنا في كونتاكت مع الخالق في الوقت هذاك. وهي اللي تقول ونختمه بالمقولة متاحها المعروفة برشا، تقول في مناجاة الرب وحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذلك، فأما حب الهوى فشغلني بذكرك عمن سواك، وأما لأنك أهل لذلك فرغبتي بأن ترفع عني الحجاب كي أراك، وما لي في ذا وذاك ولكن للرحمة في ذا ولا في ذاك. بالمعنى متاحة أنه إذا كان حبيناه ربي وعبدناه محبة، رب الحق خذينا السر اللي موجود في الألوهية ككل. وإذا كان عبدناه خوف راهو نهارت لقلبك يغفل شوي على الوجود الإلهي، تتقى روحك رجعت للمعصية بينك وبين نفسك قبل ما تكون بينك وبين الخلق. فاعبدوا الله حبا فيه ولا خوفا منه. شكرا ذيال جندوبي، يعطيك صحة. قولي مروان. برافو ذي، والله كلام طيارة على الأخر. فما غنية متاع Black Eyed Peas كان صدقني ربي، جملة يقولوها اللي ما يحبش ربي ما يعرفش الحب. أي صحيحة صحيحة على الأخر. وفما جملة زادة مثل فرنساوي ما نستحضروش كما هو بالكده، يقول لك فما اللي ما يمنوش بربي ما اللي يمنوش بربي ما يحبوش ما يحبهم حد كان ربي. اي سمح لها. فما ناس اللي ما يحبوش ربي واصلا ما يحبهم حد في الدنيا كان ربي، معناها ولا محلاها. سبحان الله. احمد ذي كان حكايه انه بو كان يسال والله يرحمه المعلم في القسم، كي يبدا في القسم تشوش ولا وكي يخرج تشوش ولا. سبحان الله قديش عرفتك باش تلفت لي. سبحان الله، معناها ذي يحكي والنور الكل جاء عليك انت كيفاش، معناها الدرس هذا الكل والحكمه هذه الكل مشيت منها كان المعلم شوش. انا ايش عمل شمال يا نزلك على حاجه اخرى. انا نشوش حتى في حضور المعلم، في حضوره وفي غيابه. اي هاش نقول لك علاش، خاطر علاقتي انا والمعلم علاقه حب وعلمني اني ماليش علاقه خوف. علمك انك تشوش في حضوره. ليش خوف؟ علمك تشوش في حضوره. تشوش في حضوره وطاب الوقت نتعلم. ايوه وكي كبرت شكرته ماني علي صار ذاك. وين شكرته؟ هو في راديو مره قلت لك اسم المعلم قرر. فما مره معلم قرك بعث لي مساج قال لي راه اقرا عندي الطفل هذاك احمد العجيمي وسلم عليه. نسيت شكون مرة بعث. والله فما زاد بروف قراني شارك في إلعب يلا وقال راني قريت أحمد العجيب. زادة فما في إلعب يلا غلطت. فما تا ذياك متاع علم الأطفال وهم يلعبون. نحب أقول لكم في تونس راهي ما تجيش مع الأطفال التوانسة جملة. خاطر أمي لعبهم وهم يدرسون. أمي وهي تحكي لي قالت لي كان بدينا في نلعبون ما عادش يكملوا جملة. ما عادش يتعلموا حتى شيء. ليدي أنت كنت الحكاية ذي في القسم يشوش ولا كي يخرج برو؟ كنت إليف موديل معناتها حيث كل إليف موديل. انت كنت إليف موديل احمد؟ وي وي. قديش موديل كنت؟ قديش موديل كنت على عاشر؟ موديل 48. انا من نوعك اللي نخرج للسابورة كي يخرج هو يقول لي قيد اسمي اصحابك اللي يشوش صحيح. احسن موديل كنتو في ال احسن موديل. انا نحب السويل سليم من لوتا كي لو ميور موديل كنتو في انا عام في القراية. والله مكتب كوليج هذاك احسن موديل تاع احمد. المكتب الكل كنت الاول والكوليج كل كنت الاول. في الميراني ليسي صارت لي دمغجة. شنو شنو مكتب كامل الاول في الكوليج كنت الاول في الليسي تحت. قسما بالله هملت في الليسي. ايش صار؟ شنو ايش صار للجمعية؟ حبيت اول مرة في حياتي وقت
في الليسي في البريمير اني يا اخي وقتها من الحب طحت فرتي حب تليت بالحب وصيبت اربع سنين وانت طايح في الحب الليسي كام انا نجحت كمان قد ايه نجح نجحت معناها بحديش و12 معناتها والحب ذا على قرايته ظهر مش والمسرح سنه 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 والله انا لا المسرح ما يضيعش على قرايته لحظه انا ضيعت المسرح معناها فهمت ضيعت المسرح المسرح ما يضيعش على قرايته يهم العالم انا كنت لا لا انا كنت نعم مسرح وكنت نجحت في القرايه ثلاث سنين باك عودتهم يا ما نجحت اي قول لي يمشي كنت في الابتدائي فما واحد يحبني عاد وانا ما نحبوش ما انت وما خليش لي ياخذ بحذيه لا حتى شيء فهمت كرهته يا اخي با عاود العام وقتها جرتي فهمت على خاطرك ولا جرتك دخل في ديبرسيون معناتها كبيره برشا وانت شدت عليك والله العظيم احمد زاده جيت للمدير احمد زاده كيكه ريت كيفاش البنات ما يقدروش المشاعر تحكي عليها بمعناها متشمته فيه صحيح بكل فخر فخوره معناها معناها من با فما شويه هكا اعتزاز اللي هو ولا شويه رحمه لا لا صغيره تضحك وتحكي والله دوبل على خاطري يحبني ريت خلف ديبرسيون استنى ذك عاد في الابتدائي عاد شنو ما تحسبش ما في الكوليج صغار, صغار برشا ليلي هذا كان بعد امور اخرى ما انت من وقتاش بديت تصوم ليدي شنو اللي تنصوم صغيره ليلي تعلمت تنصوم الصغيره جيك ما جبتكش عم جيك تبدا انت توا صغيره ليدي ميتافور معناها انت صغيره برشا ليدي معناها موان 18 دونك فهمت اسمع ميتافور احكم في داركم مروان بعد شويه نرجع مع احترم لي ميتافور نرجع مع ولد المدير نشوفه كان يشوش في القسم ولا ليديا بارامون مع سيام ما تلعبش صحيت تلموم تلموم تعبها سيام تقولها ماكش صايمه انا مانيش صايمه فهمت فازل صغير راجعين معاكم في نوفيل جينيراسيون انتم تسمعوا في نوفيل جينيراسيون سبيسيال رمضان على اي اف ام احلى راديو 9:53 دقيقة موصلين معكم حتى العاشرة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون معنا أحمد عجيمي أهلا وسهلا مروان بوزين ديال جندوبي أهلا وسهلا ليدي العسلي هلو هلو مروان أنت ولد المدير كنا حكينا على التشويش في القسم أحمد قال لك كان موديل باهي ليديا كانت موديل ممتاز جدا إليف موديل إليف موديل ذي هو صاحب الفكرة مروان كان الموديل اللي حتى كيشوش بوه معناها كوميم يزيدو بليس 1 بليس 2 المدير ما يزيدش عاد نوتيل لا لا ما يوصل معلمة خاطر أمه كانت معلمة الوحيد اللي يخو النقطتين نتاع نظافه الورقه هو مروان صحيح انا المعلمين اسمعوني احنا تو نحكيو في الراديو دونك المعلمين اللي قريت عندهم ينجم يكونوا قاعدين يسمعوا فيا وبالله كان فما واحد من اللي قراوني يسمع فينا ما يسالش يتكلم انا اللي كنت إليف موديل بالرسم عباي والله العظيم يمالينا اش نحكي عا انا كنت قراي على الاخر اما شنو تمهمشت شويه في ثمره العقوليه لا لحظه تمهمشت شويه كي تعديت للكوليج خاطر فما كل بوفوار نتاع 6 سنين نتاع المكتب نحالك وكنت المدير العامل تروماتيزي صحيح عشت صعيب شويه كيفاش دخلت الكوليج ما خزر لي حد ما حذبوش بيا عاودت تعبت عليها ما نجحت فيها كمان وليت زاد في الكري حظني بيا من اول جديد اما تعبت عليها الاخرى كنت سهل كنت قرايت طارق وما كنتش نشوش والله المعلمين زاد اللي قريت عندهم ما كانوش صعاب برشا معناها تصور التلامذه نتاع توا ابلد من التلامذه نتاع قبل معناها باقي ديما كل وين نقدموا نقولوا يا اخي يمشيوا ويبلادوا وقتيانا يقولوا انتم بلادية مش كيما قبل لا لا ولا فهم ولا فهم كذب اخرى كلي المعلم يدخل الكلاس يقول لك الكلاس الاخر قرايه اكثر منكم وعقل منكم صحيح شي شي احمد يدخل الكلاس يقول لك الكلاس الاخر قرايه اكثر منكم ومتربين اكثر منكم ورايف هاي انتم ما كنتمش مثال ويمشي كيف يقول الناس الحكايه وهم انا فهمت بالزر ديما نتاع في العام في الكاس تتمنى ترجع تقرا بمخك الواعي هذا ساعات تقول يا ريت نرجع بمخي الواعي والله هذا والله نتمنى اول حاجه هذوكم اسمن بلي اول حاجه نعمل نشري كعبه بيتكوين والله كنا نرجع توا 2012 ناخذ كعبه بيتكوين بيعها توا بمليار اسمع مليار. قبل في البريمير علاش في البريمير كان اقوى نيغوسياسيون حضرت عليه في عيد قديش خويا مليار يا خويا 100 مليون تنحات في سوكوندا ماكش تاع بزنس يا على 10 على 10 وين كنت شيل وتيل كنت قال لي مليار ليه 100 مليون كنت يوتيل لا لا يجيب في سبونسور اصلا نيغوسيت مع هكا هكا نيغوسيت معاه قديش فشلت النيغوسياسيون ليدي كنت تقول في حاجه على لابسونس في الابتدائي احنا ديجا كي نجيو مخا نحسوها حاجه قرف برشا معناتها ما فهمتش في بعد سيزيام لان نمشيو للستيام تولي بي وابسونس وكل تولي سهله برشا وببساطه كبيره برشا معناتها مونا في كرم يعجبنا وما فما عامة كانت أقلموا فيه ما أنت رات انتجراسيون أنا اللي حقرني واللي بتخرجني تلميذ لست نجيب
ومانيش موديل إليف، كنت موديل إليف وناخذ ساندويتش إليف. إليف موديل دي ساندويتش إليف قاعد في مخي. هذه من لحظة خير كمل. أنا كنت كي ساعات نبدا غايب، فما مرة مرضت غبت، التكست نتاعي تاع ليكزامان تاع الفرونسي ومتاع العربي ينقلوه في السابورة وياخذوه التلامذة خاطر أحسن تكتب مليح، أحسن واحد كتبت. أنت مش تردوك مرة في المكتب حطوا لك سبب. تاريخ أنت مرات مش كون بعثك مش تفضحني. واش هي الريفيل اللي تحب توصل للمستمعين عليا أنا معناها؟ علاش ما تحبش تقولي أنا كنت إنسان معناها ياسر معناها أرتيست؟ بلاي طردت لسبب غريب مرة في الليسي. شنو هي؟ الكل أسباب غريبة. وديما مظلوم كي كان صغير كان ياسر مغروم بكر كوك. انا كانت عندي سوبر انرجي فهمت. طردت مره على فازه في دفور الاسلامي. كيفاش انت؟ انا طردت على فازه في دفور الاسلامي ما نفكرش كيفاه. علاش طارق شبيك طارق؟ شنو مشكل؟ مش طرد من الواحد، طرد ابوه من الدار. ليه امتحان اسلامي جاب فيه اثنين قالوا ملحد. ابوه وقتها طردوا من الدار يدي قالوا يهديك ربي. هذه معروفه في الزهره طردوه في الليسي مع احمد العجيمي، خذ في دفور الاسلامي نقل صوره وبدل فيها باش ما يظهرش منقل. هذه معروفه في الزهره. طارق صغر طارق صغر بدل في الصوره باش ما يظهرش منقره. حتى الكفار ما عملوا شيء صحيح. اخذ بو خلف وقت استغربت كيفاش في قبية رغم اللي بدلتها بالصحيح بعد الرسيت مع احمد العجيمي. يلا الرسيت على اساس كتبها اللي توش في اي 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 الرسيت. يلا اه مرحبا بكم الناس الكل. اه الكونيكسيون قص يا اخي مش نجيبها من الانترنت. انا مش نجيبها من عند امي. اهو اه كعك ورقه يا اخي مش رسالتك قد كلها. هاي خليوها هيا. مرحبا بكم الناس الكل. برشا ناس يسالوني طارق كيفاش تجيب كعك الورقه بالنسري. طارق شبيك يا بابا ركز معايا مليح. اي مروان قال لك زوز كيلو دقيق. ايوا دقيق. اي شنو دقيق سي البرمجه؟ دقيق دقيق. ما تزنيش نسال به صحيح سؤال ما تعجزني. زيد الماء زيد قال لك كيلو فارينه. اي عندنا منه برشا في تونس هذا. به كيلو لوز ملحي. طارق سافا لاباس. خاطر قلت لك لوز ملحي كحيط. عندك حساسيه من لوز يا بابا من سمعانو. تسمع لوز لوز لوز. 700 جرام و 750 جرام زبده. اي و 750 جرام سكر محور. ايه ورد بالك راهو يبدا مش محاور راهو يجي يبس شويه. 750 جرام اي تحكي زوز كيلو 750 جرام. اي انت باش تحل عطريه. قداش من كيلو هذه الرسيت؟ فورنيسور هذايا نتاع كعك ورقه مش 750 جرام سكر محاور تحطهم هكا تخلط وقليل من الملح. ايوه شويه ملح دوبليش مش دوبليش تشيشونه تشيشونه. اقلب لسانك عاد شويه. ايوه وباقي كل القافي في التفيت. هذا السيت اللي جبت منه انت يا احمد العجيم. شكرا احمد العجيم. شكرا كل الفريق. الناس اللي تتبع الكوره الريال ربحت 3-1 تشيلسي في 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 لندن في اي في ستانفورد بريدج. وفي ريال ربح البايرن 1-1 يعني. نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت نوفيل جينيريشن 9-10 متاع الليل. الى اللقاء. تشاو تشاو.